مؤسس الحركة الصهيونية تيودور هرزل 1897 بدأت المؤامرة اليهودية لغزو الأمة العربية. نتكلم عن مخططات وأحلام الصهيونية حتى اليوم. طبعا نتكلم عنها دكتور. هي بدأت بتيودور هرزل 1897 في بازل في سويسرا، وأن يكون هناك وطن هو يعتبره بلا قوم، أن يكون وطنا لقوم بلا وطن اللي هم اليهود. لم يمهلوا القدر كثيرا، مات سنة 1904، وتولى من بعده رجل كيماوي ورجل عالم ورجل يهودي، رئيس الحركة اليهودية كلها من الأول لآخر، اسمه حيم وايزمان. هذا الرجل كان دهية كبيرة قوي، ويعني كان له دور كبير قوي في هذا الموضوع. يمكن في حاجة غايبة على الناس، إن تيودور هرزل في الحرب العالمية الأولى اللي هي سنة 14-18 أو 14-17، في الوقت ده هو اليهود قدموا للحلفاء، يعني ساعدوهم على الانتصار على ألمانيا بطريقة لا تخطر على بال الناس، ودي تفسر للناس ليه هتلر كان يكره اليهود. الناس فاكرة أن هتلر بيكره اليهود كده لله في لله، ويوم حتى من شدة كراهيته كان بيقول ما فيش يهودي يسمي ابنه على مزاج، ده إحنا اللي نسميه على مزاجنا إحنا. يعني أسوي مثال، أينشتاين هذا معناها الحجرة الواحدة أو الطوبة اليتيمة أو حاجة، أين يعني واحد، وشتاين من ستون يعني حجرة، هم اللي مسمينه بالشكل ده. يعني عالم كبير وعظيم وكل حاجة، حتى لما إسرائيل حبت أن تجعله رئيس على الدولة بتاعتها رفض، وقال العلم لا دين له ولا وطن، إنما ده العلم للجميع، وكان رجل عظيم يعني. فالمهم حيم وايزمان قدم خدمة كبيرة قوي في الوقت ده. في الوقت ده هو ما ننساش مارك سايكس وجورج بيكو الفرنساوي، الاثنين اللي هم أول من بدأ في تمزيع المنطقة دهيا سنة 16. وبرضه شيء بالشيء يذكر، في هذا اليوم ولد من هو أشر منه، أو في هذه السنة من هو أشر منه، ألا وهو برنارد لويس اللي هو عمل المخطط الشيطاني أي جهنمي الأمريكا والصهيونية العالمية النهاردة بتنفذه، وهنتكلم عليه فيما بعد. إنما المهم، لما قامت الحرب العالمية الأولى إنجلترا ابتدت تستعين بوايزمان، كان يميها لورد بلفور وزير خارجي اللي هو بعد كده بقى رئيس وزارة، طلب منه إن هو يعطي الحق. وايزمان طلب من بلفور يدي الحق لليهود في الهجرة، الهجرات إلى أرض فلسطين. التاني كان واقف وكان معصلك لغاية ما اتزنق فيه في حاجتين. حاجة الأولانية، هو كراجل كيمياء هو وصل إلى حاجة اللي هي شعلة الأسيتيلين اللي موجودة عند أي ميكانيكي، اللي هي اسطوانة أسيتيلين واسطوانة أكسجين، هو اللي عرفها حيم وايزمان، اللي هو يقطع بيها الحديد ويلحم الحديد، وده كان سر غير معروف، ومدهوش مع حاجة تانية طلبها منه لورد بلفور، إن في حرب إنجلترا واللي معاها الحلفاء لألمانيا حاجتين، طلب من اليهود حاجتين. الحاجة الأولانية إن اليهود اللي في ألمانيا اللي إيديهم على مصادر الطاقة يرفع إيده، والحاجة التانية إن روسيا القيصرية يقدروا يقلبوها عشان تبقى روسيا الشيوعية. وقاموا اليهود بالحركتين دول مع بعض، مسكوا إيديهم، شلوا ألمانيا من ناحية الطاقة، ونجد بقى واحد زي تروتسكي، واحد زي لينين، واحد زي كارل ماركس، كل الناس آباء الثورة البولشفية دهيا يهود، أو الأم يهودية أو إلى آخره، هم اللي قاموا بدهيا فعملوا الثورة البولشفية ووقفوا الحركة بتاعة ألمانيا، فخسرت ألمانيا الحرب. وعشان كده هتلر في كتابه كفاحي لا يطلق على اليهودي إلا اليهودي الشيوعي لاشتراكهم في الحتتين دول. ومن هنا سر كراهية هتلر ليهم، إنهم سبب خسارة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى، كانت كراهية شديدة جدا
وده اللي خلى جوبلز يقول اليهود بلاؤنا و و و الاخر، اللي هو الراجل بتاع وزير الاعلام بتاعه ده من الاول للاخر. جم بقى في مارك سايكس وجورج بيكو، هم الاثنين المنطقه ده هي طبعا كانت يعني ارض الشام دي كان فيها سوريا وكان فيها فلسطين وكان فيها لبنان وكان فيها وفيها، ابتدى التقسيم في سنه 16 دي البدايه، وبقت الاردن لوحدها والعراق لوحدها وسوريا لوحدها ودي لوحدها و ولا اخر. جدير بالذكر ان من ضمن العروض اللي عرضتها بريطانيا في الاول على اليهود على حيم وايزمان ان ياخذ الارجنتين رفض، ياخذ اوغندا رفض. ايه اصرارك على فلسطين؟ طبعا هو اصراره على فلسطين قال لهم اولا دي ارض الميعاد، بس دي مش الحته اللي دي بالنسبه للناس نضحك بها على الناس يعني، انما الاساس ان فلسطين. قال حاجه خطيره جدا، قال انا رحت هناك وجدت في فلسطين البحر الميت، هذا هو الميت الذي سيهب اسرائيل الحياه. قالوا له ازاي؟ قال لهم ان ثرواته من البوتاسيوم هنعمل منها مخصبات زراعيه للعالم كله، ومن هنا إصراري على المنطقة دهيا بالذات. إنما عشان يجذب اليهود إلى هذا المكان أرض الميعاد وكنا وكنا، بالمناسبة دهيا كانوا 6 مليون، النهاردة بقى 3 مليون، واللي محدش يعرفه إن طلعت إحصائية أخيرا إن 3 مليون منهم هجرم، وياريت التلاتة التانيين يعملوا زيهم ويسيبوا لنا الحتة دي ونرتاح يعني. المهم إنما دي إحصائية رسمية لسه طالعة رسمية، تلاتة أخيرا ما بلاش يومين 3 مليون سابوهم ورجعوا لبلادهم تاني، ما قدروش يتحملوا الوضع اللي هم فيه رغم اللي احنا بنسمعه ده كله. فكان مصر على هذا لأسباب اقتصادية وأسباب طبعا وسائل دينية استخدموها. ولا أول تقسيم وأول تفتيت للمنطقة دهيا كانت سايكس بيكو اللي احنا المعروفة دهيا كلها المصيبة، إنما الأخطر منها بقى اللي الناس يجب أن تعرفها ويجب كل قناة تلفزيونية تعملها، وأنا طلبتها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قلت له هديتك لينا في رأس السنة الميلادية أنك أنت كان في أول يناير أنك أنت تأمر وزير التربية والتعليم أن يحط الخرائط بتاعة برنارد لويس على ظهر كل كتاب وكل كراسة لسبب بسيط، الشعوب تهلك من قلة المعرفة. مهمتنا المعرفة، نشر المعرفة، نعم، التنوير، لأن تعريف التنوير هو إضاءة المساحات المظلمة في العقل الجمعي، سواء كانت هذه المساحات المظلمة مساحات علمية أو دينية أو سياسية أو تاريخية أو أي فرع من فروع المعرفة. ده التنوير. فين التنوير؟ كان يوسف إدريس يقول ادوني التلفزيون سنتين أعمل لكم شعب جديد. الله، التلفزيون معانا 20 سنة 40 سنة الشعب بيتدهور، ده دليل على أن الإعلام مش قايم بدور. صحيح، الإعلام مش قايم بدور. أول حاجة الإعلام والتعليم لازم يعملها تنوير الشعب، وتنوير الشعب بأن يعرفوا المخططات التي حوله، حين يعرف المخاطر التي حوله سيتوحد، وحين يتوحد الشيطان نفسه ما يقدرش عليه. نعم، لأن الشعوب بتنهزم حين كل بيت منقسم على ذاته يخرب. أنا وابن عمي وأنا وابني أقدر أواجه الغريب، إنما لما يطلع ابني ضدي خلاص بقى أنهار. نرجع لساس بيكو. نرجع بقى في العصر الحديث بقى، المخططات الرهيبة اللي هم عاملينها للمنطقة دي والتي يجب على كل عربي ومصري يعرفها، هي ما حدث مع موشي شارت وزير الخارجية وبن غوريون. موشي شارت عمل دراسة وراح لبن غوريون وقال له نحن قطرة في محيط من الكراهية. قال له بعدين؟ قال له ولا قنابلنا النووية دي لها قيمة. قال له ازاي؟ قال له استخدام أي قنبلة على أي عاصمة عربية سيعود غبارها الذري على إسرائيل، فهذا سلاح يحمل في طياته موانع استخدامه. قال له بعدين؟ قال له حتى يكون لإسرائيل اليد العليا. قال له أيوة،
قال له تدمير 3 دول كبرى حولها وجابهم بالترتيب: العراق، سوريا، مصر، إلى دويلات متناحرة على أسس دينية وطائفية. نعم. ونجاحنا في هذا الأمر لا يعتمد على ذكائنا بقدر ما يعتمد على جهل وغباء الطرف الآخر اللي هم احنا. وهذا صحيح. رد عليه بن غوريون وقال له: ننجح في العراق لأن العراق بها شيعة وسنة، ونقدر نحط فتنة بينهم هم الاثنين، وهذا الذي يحصل. وننجح في سوريا لأن بها شيعة وسنة وعلويين ودروز وأكراد. أما في مصر فالكتلة الصلبة من المسلمين والمسيحيين منذ آلاف السنين يصعب تفتتها، ولكننا سنحاول. وبيحاولوا وحاولوا وحرقوا 80 كنيسة، وكان البابا تودروس كلمته الرائعة العظيمة: الوطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن. وهذا صحيح. الوطن أولا. ما معنى كلمة صهيونية؟ ما هو لو نعرف كلمة صهيونية دي هتتحل مشاكل كتيرة أوي. كلمة صهيونية يعني دينك هو جنسيتك. يعني اليهودي اللي في فرنسا يبقى إسرائيلي، واليهودي اللي في روسيا يبقى إسرائيلي. وحتى يوم ما يجي يزور إسرائيل ما اسموش زائر ولا اسمه مهاجر، ده اسمها العودة، لأنك أنت إسرائيلي من الأول. صحيح. وكما أن هناك صهيونية يهودية، هناك صهيونية مسيحية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك صهيونية إسلامية زي الإخوان المسلمين وغيرهم وداعش وغير داعش والكلام ده كله. صهيونية إسلامية. إسلامية طبعا. اشرح لي. لأن عرفنا كلمة صهيونية هي أن دينك هو جنسيتك. ففي الصهيونية الإسلامية إيه يعني أما إسرائيل تاخد أرض؟ يا سيد الأرض أرض الله. ده أنا أنت مسلم باكستاني وأنا مسلم مصري، إحنا خلاص إحنا جنسيتنا واحدة، إحنا ما تهمناش الأرض، الأرض أرض الله. إنما دي الصهيونية، لأن الصهيونية اليهودية إن ما دام أنت يهودي تبقى أنت إسرائيلي. في أمريكا إسرائيلي، في فرنسا، وتموت يهودي في مثلا في إنجلترا برضه تبقى إسرائيل، ويوم ما تيجي لإسرائيل اسمها العودة، ما اسمهاش هجرة، ده أنت عدت لما كنت أنت فيه، أنت حلو. من بني إسرائيل. حلو. نرجع لاجتماع بن غوريون والمخطط الإسرائيلي. المهم فبن غوريون قال له هنحاول، وفعلا بيحاولوا، وطبعا ما شاء الله الثمار المرة بتاعت إنجلترا اللي عملتها سنة 28 المادة 500 جنيه لحسن البنا عشان يشق الصف، لأن كان مصر موحدة قد كده، لأن قوة مصر هي، ما هي دي مبدأ إنجلترا طول عمرها، ما أنا عايشت معهم سنين وعارف، ياخدك بالحضن وسكينة في ظهرك. هم هذه كده السياسة البريطانية في بريطانيا، هم كده يعني فظاع يعني، وهم لغاية النهاردة. حتى معروف أن الأمريكان يقول على نفسه إيه؟ American nationality British blood، أنا جنسية أمريكية بس دم بريطاني. ايه آه. صحيح. وهم اللي ماشيينهم على فكره بالمناسبه ده، هم يعني هي المخ، هي المخ. قسموا الهند الى هند وباكستان، ودخلوا في فيتنام وقسموها، وهنا قسموها، وهنا قسموها، وحاولوا مع مصر كذا مره ان هم يقسموها، انما الشعب هنا قوته في وحدته. يعني مصر رغم انها فقدت الكثير من ثروتها، كانت من اغنى بلاد العالم. صحيح. والكل عارف كده يعني. صحيح. الجنيه المصري كان بيناطح الجنيه. نعم. الانجليزي، الجنيه الانجليزي كان اقل منه حتى يعني انا عندي مجلات يقول لك يا اما جنيه مصري يا اما 4 دولار امريكي. صحيح. كان ده موجود. نعم. انما طبعا الحروب اللي احنا دخلنا 48 و56 و67 و73 واستنزاف ده، لو كان جبل كان انهدم. نعم. يعني ثروتنا ضاعت يعني. صحيح. في حروب وفي 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 الى اخره. فهنا مصر عارفه تماما ان قوتها مش في ثروه تحت الارض ولا فوق الارض، ولا ثروتها في وحدتها وتوحدها، وده اللي انقذها من المخططات في 30/6. 33 مليون كانوا في الشارع وفي الميادين وقدهم في البيت، وده مصر تتوحد حين تحس بالخطر. حست بالخطر في 6 أكتوبر 73 توحدت، حست بالخطر في 30/6 توحدت،
وقلبت الترابيزة على كلهم، وربك رب الجنود المصر قدهم وقدود، وبوظوا المخطط بتاع برنارد لويس هذا الشيطان اللي ولد في سنة 16 وتقدم بالمشروع الجهنمي بتاعه في 81 لبرجينسكي، وبرجينسكي هو والكونغرس الأمريكي قعدوا يدرسوا فيه سنتين، وبعد السنتين في سنة 83 في جلسة سرية وبموافقة بالإجماع على هذا المخطط، على شرط أن تكون خطة استراتيجية منهجية مستقبلية على الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذها في بتتابع الرؤساء والحكومات. بيجي بقى للم...